الخطبة على النت، عمركم سمعتوا عن الخطبة؟ هي الخطبة اللي أهالينا وأجدادنا وأجداد أجدادنا في منهم اتجوزوا على إيدها. زي ما بقول لحضرتك كده، أجدادنا وأجداد أجدادنا كمان. ميمانة قديمة قوي، بدأت من العصر المملوكي. الخطبة اللي كانت مشهورة أكتر بتواجدها في الأحياء الشعبية، وكان نادر جدا لما تلاقيها في الأحياء الغنية، لأن كان كده كده طبقة البشوات بيتقابلوا في النوادي والسينمات والحفلات وغيره. طب تفتكروا إن مهنة الخطبة انتهت واختفت في عصرنا ده؟ إطلاقاً، بس هي اتطورت حبتين، اتطورت في صورة السناب والفيسبوك والإنستجرام، ومش بس كده، ده دلوقتي كمان اتطورت أكتر وأكتر، وبقى فيه ديتنج أبس زي تندر وبامبل وغيرهم كتير من البرامج اللي مهمتها الأولى والأخيرة هي التعارف بين الناس في مختلف أنحاء العالم ومن الثقافات المختلفة، واللي ناس كتير جداً حالياً بقوا بيعتمدوا عليها، وبالأخص الشباب. في سنة 2016 بس اشترك 115 ألف مشترك في برامج ومنصات التعارف، وانتشرت أكتر وأكتر مواقع وبرامج التعارف بالذات في فترة الكورونا، وده لأن نص سكان العالم كانوا عايشين في الحجر الصحي، يعني ما كانش قدامهم ليل ونهار غير الإنترنت والموبايل. وفي سنة 2021 اشترك فيها 323 مليون مشترك في أنحاء العالم. ما نقدرش ننكر ان تطبيقات المواعدة سهلة في الاستخدام وبتسهل على ناس كتير، بتكون مشكلتها ان هي بتتكسف ان هي تتعرف على حد. برامج المواعدة كمان مريحة، يعني تقدر وانت قاعد على كنبة بيتكو تتعرف على ناس من دول تانية. طبعا كل الايجابيات دي زمانك بتقول طيب وانا ليه انا كمان ما اتعرفش على حد من خلال برنامج ولا ويب سايت؟ بس احب اقولك ان اوعى شوية المميزات دي تخليك تنسى ان مواقع وبرامج التعارف ليها سلبيات كتير. مبدئياً إن شعبنا بيستخدمها بطريقة غلط، وبيشوفوا إن البنت اللي بتتعامل من خلال برامج زي دي، بلاش أقولك بيقولوا عليها إيه، نستكفي بإن هم بيقولوا عليها بنت مش كويسة. وكمان برامج زي دي بتستهلك كتير جداً من وقت اللي بيستخدمها، وعلى فكرة برامج المواعدة بيكون كل تركيزها على مظهر من بره مش أكتر، بشوية الصور اللي بيكون حاططها الشخص، واللي أصلاً ممكن يطلع شخص ده أصلاً نصاب وصور مش حقيقية، ده غير الحوادث اللي ممكن تحصل بسبب تطبيقات اللي زي دي. أبسطها مثلاً الابتزاز عبر الإنترنت، واللي بقى منتشر جداً الفترة دي، ده غير إن برامج التعارف دي ممكن جداً تكون سبب في تخريب بيوت كتير للناس اللي متجوزة، لأن ممكن تكون سبب في حدوث خيانة من خلال الإنترنت، ودي كانت وجهة نظرنا في الديتنج أبس. انتوا بقى وجهة نظركوا ايه؟ هل ممكن تكون سبب في تكوين العلاقات او الجواز ولا لأ؟ ولو حصل وبقت السبب، ممكن العلاقات دي او جواز زي ده يستمر لفترة طويلة ولا حاجة هتاخد وقتها وتخلص؟